في إطار محاربة الجريمة المنظمة وحرصا على تفكيك الشبكات الإجرامية التي تحترف تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران خلال أسبوع وفي عمليات متفرقة من وضع حد لنشاط شبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري، وذلك عبر سواحل ولاية وهران. هذه العملية النوعية جاءت بفضل تكثيف التحريات والاستغلال الأمثل للمعلومة، أين تم تجسيد خطة محكمة أفضت إلى تتبع نشاط وأماكن تواجد هذه الشبكات عن طريق القيام بنقاط مراقبة وتفتيش وكذا مداهمات مختلفة عبر كل المنافذ والمحاور وأماكن نشاطها. العملية كللت بنجاح وحققت النتائج التالية: توقيف 111 شخص من بينهم 45 مدبر ضمنهم 26 شخص من جنسية مغربية، حجز 8 قوارب و5 محركات مختلفة القوى والأحجام، 8 مركبات تستعمل في عمليات التنقل، 42 صفيحة بنزين بمجموع 1260 لتر، مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر ب 497 مليون سنتيم، ومبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت ب 3290 أورو، أسلحة بيضاء وقارورة غاز مسيل للدموع، جوازات سفر وهواتف نقالة تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة.